أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دوار ورك الصبح نمي على نسيت الميديا فضلاً أدانا قرص كتاب سكرب ساركم بيلك فرود دوار ركي قدام بيه والصبح نما أحد خطبة حساسية أي نص صعد فضلاً نلجوك حق حساسية وزير كتير سنجل مدوك أول لقى قاضي حيل كاس المركز إنك هوري ميت رئيس الوزراء حيل كاسين تم محمد حسين روبلا والسفر يد الكاسي كينيا وزير كي وشلي حيل كقاضي سكوس مية مدح وين كحجين كجل مدوك أرمها جودها ما ملكاسي عبد محمد جامع عبد وائل أيا شرع دركوت المامي طلابة دي وحيل كلاقة قاضي عبد وائل أو رئيس سي اي تي في كدلسن أيا شيء إن شرعه ويا لجل مدوك وقريه إن مدح وين كحجين كأود ولا يهاي إن وشقده كجوجي وزير كأوكليا بلسة أوسن حيل كقاضي كرين مدح وين كحجين كوحاء ولا يهاي شقه كجوجين لكن حيل كقاضيس أود أملهن وحن آمن سنة هاي إن شرعه نور دحيو أنا جي أسيج ورقدنا معنا جونية إيم الله هن سببته الشرعي ما هن أيو يري عبد محمد جامع عبد وائل وحاول شجع إن أرنت جلها الديجان كدق مذا بلم بلل لقف في يورر بين أبور أهيب برسك وزارة أهان أيو أركان إن سدي أجو حبونات أي أصول دسن حبناها جلها الديجان كدق مذا بلم بلل إجل مدوك سدوا كلا عبد وائل أيا شجع إن مذا حوين قرقر أوسن صو صارن أمر لجو جوجين يد اسمها جلها الديجان ك بلن بلن حل ساعده لصور دافي اي صوب بحيين ورن شيقيا ان وزير عبد وائل او دقاها كفوريستي امر او مدح وينو قرقور كجوجيه دسمها قولها ديگان كبلن بلن حلبان مهد محمد سلاد ايا قرال او صو ساري وحاو او غفل عليي حل كقارستي او مدح وينو كحيقين كقلمودو كسميه وزير كي ارمها قدها قلمودو كعبد محمد جامع عبد وائل حلبان كأيا حل كقارستي عبد وائل لحريريي حيسا دمامول اي كتاقن قبل كجدو اي جبلان اساقو شاقي ان مدح وينو فرماجو وكيل او اها انو حسرات كابورا قلمودو سيداو هادل كو ديقا حلبان كا لنا عكال رئيس الوزارة صوماليا محمد حسين روبلا ايا لغو وضا انو السفر وان ببوح مقالة نيرو بي عاصمة دلكاسي كينيا سيداي اوغاتي ورباهنتا سيدا قرشها او يهي روبلا اي وفدي او هقامينا يا ايا تاقي دونا كينيا كدب مركي هشيس لغا غاري خلاف دورشادا اي مددا بادن سوجي تمييي كاسي او مدوين كي دنبي او كوهو لنا رئيس الوزارة روبلا حكتا ايا شيغي سان رئيس الوزارة او عسوماد رسميا كهلي مدح وينها دلكاسي كينيا وهورو كينيا تاوحانا لغو وضا ان سفر كاني او نقضو مدحال لوغو غارو مدمدوغا سوكالا نحقلي كينيا ايا صوماليا ولي لما شاعن تاريخ ذا الرسمي قاهي اي سفر كالروبلي وحاسل لو بدين ايا التضبات كاني قده هيس الروبلي ايا كينيا تا ايا لابد تضبات كهور سي كوبان اوغو كل ميدال كاسي جبوتي هالكاسي واي اوغو وضا قيب غالين على مسار كم مدح وينها جبوتي اسماعيل عمر قيلي كينيا ايا هوري حيرات اوغو سورك تي دولي مادية دا اسكاكا كالاقوشا لابد الدل تاسي او سامين حوغن كو يهلا تاي اسكو سعود كال لابد الدل وحينا داد بدن كو كالحاني بان يهين عاسي مدها لابد الدل اياد او غو آن كاني او داوع حوغن كارسيي غن عصتا دا صوماليات سفر كال روبلي ايا وحالا فيليا ان حال لوغا غارو ارهن تا دولي ماديا دا اياد او ميشا لغا سارا يو قلاف كالسو عصبونا دي اي لابد الدل حيلي سير رسمي اهي ديب لوغو سو عليي حرير كي ديب لماسيدة دي صومالي اي كينيا رئيس الوزارة روبلا ايا كو غوليست ان دلكا وجيه يو دنكا ايو دورشو اساقو ديب سو عليي اس امناد دي مدحدة دولادة كوا مامول قبلايدة دا ايا سامي ليدة سياسة دا او هوري اوغو كالات تغي خلاف كا دورشا دا لنا عكال مدح وينها مدح ليد كي سادة مادة محمد عبدالله فرماجة او وراقها قونسيكا كا قدوم اي دنجراها عصوب اي دولة دا هندية ايا موجي اي دادا لادا ميرات نالكاهي اي دولة دو اي قلي سيحو جن تحرير كا ايو اسكاشيكا دلالكا عالم كا اي دن وداك تالاها دالكينا ايو يري دنجيرو كومار ايا سو غارسيه مدح وينه محمد عبد الله فرماجو دمبال يا سلان او غو سيده مدح وينها يا رئيس الوزراء دلك هنديا وحا اونا تلمامي ان او كشقين دونو حوجينتا حرير كلبد دل يا سيدي لو سي ام بقادي لها اسكاشيغا سو جيرينكا هي اي كدخيه لبد دل دنجيرها ايا دولته يا شعبك الصوماليت او مهد عليه سو دوينتي وناغسنيد اي اي كو قابلين اسغا او رجا وناغسن كموجي كبعا إسكاشيغا لوضا الدل إيه دي نعيادا وحبرشادا عافيماتكا غناعسيغا إيو إسكو سعودكا فرماجا أيا لوضا إيه دنجيراها الدولادة هنديا هرماركا موقضا إيه دولادة إيه شعبك صوماليا آي كوتا لابسادين مددي لصور دافي غار أهان ديبو هبينتا لامها أمانكا نقالها دين عفينتا ديبو نيسكا عيدا مدا حوجينتا ديمقراديا دلدقالنكا أرقاكي حسادا إيه مسوق ماسوقا أيو يري فرماجو fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah dagaal culus oo ka dhacay magaalada Muqdisho isla saaseen halkaasii qasaare ka dhalatay ayaa waxa uu dhaxmaray sargaal sare oo ka tirsan ciidamada badbaado qarankaasi oo lagu magacaabo liibaan madaxweyne iyo ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya isla saaseen ayaa ka dhacay guriga liibaan madaxweyne oo ku yaala agagaarka warshada caanaha lamana oga sababta ay isku dagaaleen hase ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in halkaasii kala shaki xoogan uu soo dhex galay
liban madaxweyne waxa uu ka tirsanaa saraakiisha militariga Soomaaliyeed gaar ahaan kuwii badbaado qaran ee badbaadiyay muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo wararka ayaa waxa ay sheegayaan in hal qof oo shacab ahi oo ku dhintay halkaasi halka dad shacab ahi oo kalena ay waxyeelo ka soo gaartay israsaasaynta ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa ilaalada u ahaa liban madaxweyne wararkan helayna ayaa sheegayaan ciidanka ka amar qaata liban madaxweyne oo ka mid ah saraakiishii dowladda ka soo horjeeday madaxweynaha waqtigiisa dhamaada ee farmaajo si kastaba ha ahaatee ilaa iminka laamaha amniga maysan ka hadlin dagaalkii halkaasi ka dhacay wararkayna xiga ayaa ku soo tabin doonaa wixii khasaare rasmi ah ee halkaasi ka dhashay dhinaca kale magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya iyo qaybo ka mid ah dalka waxaa maanta si rasmi ah ugu bilowday imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare kaas oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya imtixaankan oo ah sanadle ayaa waxa u fariistay ilaa 42,000 oo arday sida ay shaacisay wasaaradda waxbarashada ee dalka soomaaliya ardayda galaysa imtixaanka ayaa sidoo kale ku kala sugan gobolka banaadir jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug warbixin ka soo baxday wasaaradda ayaa lagu sheegay in imtixaanka maanta la daahfuray uu socon doono 5 cisho islamarkaasina ay ammaan ka sugayaan ciidamada dowladda sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa sheegay inay qaateen tallaabooyin dheeraad ah islamarkaasi lagu kalsoonaan karo imtixaanka qaranka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleeda qadar oo si rasmi ah u daahfuray imtixaanka ayaa isna shaaca ka qaaday inay guul u tahay dowladda dhexe qaadista imtixaanka qaranka ee shahaadiga ahi isagoo baaq culus u diray waalidiinta soomaaliyeed waa sanadkii 7-aad oo xiriir ahi oo ay dowladda soomaaliya qaadayso imtixaanka dugsiga sare iyada oo loo diyaariyey qaab waafaqsan nidaamka waxbarashada dalka si kastaba ha ahaatee 7-aadkii hore ayaa waxaa isna lasoo gabagabeeyey imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga dhexe oo ay u fariisteen in ka badan 26,000 oo arday dhinaca kale saraakiil ka tirsan jubbaland oo lagu dilay qarax faahfaahino dheeraad ahi ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax nooca miinada ahi oo ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland saacadii lasoo dhaafay lagula beegsaday qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoose qaraxa oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ciidamo ka tirsan kuwa daraaweyshta jubbaland lala eegtay xilli ay ku socdaalayeen waddada dheer ee isku xirta degmada afmadow iyo deegaanka quuqaani oo ka wada tirsan gobolka jubbada hoose wararka ayaa sheegaya in qaraxana ay waxyeello kala duwan ka soo gaartay ciidamada jubbaland islamarkaasina uu geystay dhimasho iyo dhaawac inta la og yahay ilaa 4 askari uu ku jiro sargaal sare ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay qaraxaas oo ay mas-uuliyaddiisa sheegteen kooxda al-shabaab ee argagixisada sargaalka lagu dilay qaraxaasi ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay cabdulaahi carab iyada oo sidoo kale ay dhaawacyo soo gaareen qaar ka mid ahay ilaaladiisa ma jirto ilaa iyo hadda wax faahfaahin dheeraad ahi oo ay saraakiisha laamaha ammaanka dowlad goboleedka jubbaland ay ka bixiyeen qaraxaasi iyo khasaaraha uu geystay al-shabaab oo weli ku xooggan gobollada jubbooyinka ayaa inta badan weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ahi oo khasaare geystay ka fuliya deegaanada maamulka jubbaland dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka